بدأنا نبحث عن التوازن ما بين ندرة المياه في جمهورية مصر العربية والحفاظ على الصحة للوقاية من مرض كوفيد-19، لكننا عثرنا بدلاً من ذلك على مجموعة تجارب بمحافظة المنوفية انخرط فيها المجتمع المدني. الفكرة في الأساس كانت من أجل القضاء على مرض الفشل الكلوي الذي كان منتشراً في القرى المختلفة في محافظة المنوفية. أقف الآن أمام أحد المحطات الحديثة تحت التأسيس وتحت التجربة في مستشفى زاوية ناعور، بجواري أول تانك يتدخل منه المياه ليقوم بعد ذلك بتحويلها إلى محطات التنقية المختلفة، وبجوار كل مرشح من المرشحات الزرقاء الكبيرة يوجد 2 من الفلاتر. وبهذه الطريقة تكون دور منظمات المجتمع المدني قد لعبت دورها في المسؤولية المجتمعية للحفاظ على الصحة العامة. مصر تقريبا متغطية بنسبة تقريبا 100% من مية الشرب، ممكن توصل للبيوت في بعض الأحيان ملوثة بسبب الوصلات النهائية في البيوت بتاعت المواطنين، أو ممكن يحصل أن الدوز بتاعت الكلور يكون فيها اختلاف. في محافظة المنوفية يشغل الريف النسبة الأكبر من السكان ليصل إلى 78% من إجمالي السكان بالمحافظة، وذلك وفقاً للمسح البيئي عام 2008، غير أن مصادر مياه الشرب بالمحافظة تتشارك مناصفة تقريباً ما بين المياه السطحية بنسبة تصل إلى 53.5% والمياه الجوفية بنسبة تصل إلى 46.48% من إجمالي مصادر مياه الشرب وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017 ميلادياً. لجأت بعض الجمعيات الخيرية لعمل محطات تحلية صغيرة، المحطة وفي معظم الأحيان فري، المنتج بتاعهم فري، بس وفي معظم الأحيان معلاش كنترول.